في 16 مايو 1978 صدرت شهادة من جامعة أوهايو الأمريكية يشيد فيها دكتور سانغ هو كيم بالسيد كامل إدريس كطالب وكإنسان. في الواقع أنا تعرفت على السيد إدريس قبل سنة، وهي ليست فترة كافية لأن يجازف أحد ما بالحكم على أي من الآخرين، إذ يعد ذلك أمرا غير مألوف بحق. وفي حالة السيد إدريس أنا على استعداد لفعل ذلك، وهو أمر يشير إلى مكانته المرموقة كطالب وإنسان. شاركت السيد إدريس في دراسة مستقلة عبارة عن بحث في مجال العلوم السياسية. في تلك الدراسة كتب السيد إدريس أفضل ورقتين تتعلقان بمسؤولية الدولة ومذهب الاختصاص القضائي في القانون الدولي. من أبرز عناصر المساهمة دكتور إدريس في هذه الوكالة المتخصصة هو قدرته على ردم الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. الدكتور كامل إدريس هو اسم على مسمى، هو كامل في خلقه، كامل في عطائه لإفريقيا، كامل في الإحاطة بكل المسائل التي تهم التنمية في إفريقيا. وأظن أنه والكثير يشاطرونني هذا الرأي، أنه منذ أن تولى الأخ كامل إدريس منظمة الملكية الفكرية فقد أعطى الكثير للأفارقة ولإفريقيا. دكتور إدريس كان له مبادرات عديدة جدا، وكان دائما بتؤيد من كل دول الأعضاء في هذه المنظمة. هو قائد لهذه المنظمة وله نظرة ثاقبة للأمور، وهو مفكر في نفس الوقت، وأعتقد أنه هو وضع هذه المنظمة على مسار جيد لتتعامل مع تحديات القرن 21. I know Dr. Idris for many years now. I did appreciate very much his way, very quick, very intelligent, with a vision. حفل افتتاح مركز بروفيسور كامل إدريس الإقليمي للملكية الفكرية في هاراري بزيمبابوي، وقد حمل اسم بروفيسور كامل إدريس تكريما له وتقديرا لما قدمه لدول القارة الأفريقية.